بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هوري لك طريقه عمل النسخه اللي هو اللانشر 8، مش نسخه احترافيه ولا الكينج توب. هو اللانشر 8 ده انا كنت طبعا شغال عليه في الاول، اللي هو زي ما انتم عارفينه كلكم، اللي هو النسخه المعتاده كلها اللانشر 8. في حد بعت لي رابط وقال لي ده ابو جاد حمله، هو من السعوديه، يعني صديق محترم كتر خيره بصراحه، ان هو يعني فكر وقام بعت لي البرنامج، قصدي الرابط، وقال لي حمل النسخة جميلة جدا، وبعت لي لها فيديو وهو عامله كده على الواتس، بعته لي قال لي جربها مرات تعجبك او تعجب الناس يستخدموها، يعني على اساس الفايدة تعم مع الناس كلها. طبعا زي ما انتم عارفين البي اوت الله اعلم هتفتح امتى، هتيجي امتى، مش هتيجي امتى، ده في علم الغيب بقى مش عارفين. فانت تستفيد من الجهاز بدل ما تسيبه كده. فانا طبعا نزلت النسخة زي ما انت شايف كده، يو اس بي بيرننج بينزل معاها النسخة هي زومبا تي في زي ما انت شايفها كده. طبعا عندنا برنامج اليو اس بي بيرننج متسطب قبل كده، بس اهم حاجه في الموضوع ان انت تكون مقفل جدار الحمايه ومقفل الاند فايروس. معلش لو التصوير فيه مشكله، فانا كده كده بصور لوحدي، عم اجيب حد بس ايه يكمل معايا بقيه الخطوات. فهنجرب النسخه مع بعض ان شاء الله ونشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله تكون سهله على الجميع ويكون الموضوع كويس وتكون النسخه حلوه وخفيفه. ده اللي انا سمعته هو قاله لي، هو حد تقريبا عاملها وهو واخدها منه تقريبا. فكده طبعا دلوقتي الجهاز موجود اهوت، ده الرسيفر بتاعنا، ودي دي واصله انا عاملها على يدوي كده على ايدي اللي هي ديت زي ما انت شايف كده، ودي واصله تانية راكبه اهيت في الكمبيوتر هتركب في الجهاز ديت. عامل اتنين يعني ايه، بجيب وصلات اللي هي بتاعه الشاحن وبستخدمها عادي بستفيد منها. فان شاء الله نكمل معاكم دلوقتي الخطوه بتاعه الرسيفر ونشوف الدنيا فيها ايه ونكمل مع بعض. كده هنكمل معاكم الخطوه بتاع الجهاز دوت. زي ما انت شايف ده الجهاز، هضغط على زرار الديكفري الاول بالشكل ده، ماشي، ركب يا محمد. كده هنركب الكابل دوت زي ما انت شايف، الجهاز بدا ينور احمر واخضر بالشكل ده اضغط كده يا محمد بيدك هنا خليك ضاغط، ايوه خليك زي ما انت. شيل ايدك كده، الجهاز اتعرف معايا اهوت. نروح نغير اللغة انجليزي، تمام، واختار النسخة بتاعتي من جوه بالشكل ده على اساس نسطبها على الجهاز بالشكل ده. ده الرسيفر اهوت، تمام، ونتابع معاكم الخطوات اهو ونقول له ستارت كده، هو بيبدأ يعد معايا تمام اهوت، مفيش اي مشكلة. نوقف شوية الفيديو عما يكمل. دلوقتي هو وصل 97% زي ما انت شايف كده، 98 اهوت، هو كده هيخلص اهوت في الاواخر زي ما انت شايف اهوت. ده الجهاز اهوت اهو بيكمل معانا اهوت. هو خد حوالي 3 دقايق او 4 دقايق، ومرات ياخد 5 دقايق في اجهزه، وفي اجهزه بتاخد دقيقتين في الوقت ده. الوقت اهوت زي ما انت شايف، وزي ما قلت لك هو معلم اهوت واحد واتنين بس، مفيش اكتر من كده، وبيعلم اوتوماتيك زي ما انت شفت في الفيديو. وان شاء الله اكمل واخلص، هو كده خلص اهوت. وان شاء الله بعد ما اشيل الجهاز هاخده على الشاشه واجرب واكمل الفيديو ان شاء الله، وبدمجه مع الفيديو دوت، وان شاء الله بيكون الاتنين مع بعض بشكل النسخه وبشكل البرنامج التسطيب بتاعه. وان شاء الله يعجبكم ونشوف وشكم على خير، وان شاء الله بيكون الفيديو بيتكمل مع دوت ويكون الاتنين مدموجين مع بعض. ولو في اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امر حضراتكم، وبنقول له خلاص كنسل كده. هو خلاص ببدا انا اشيل الكابل اهوت، بشيل الرسيفر بتاعي تمام مفيش اي مشكله. طيب بعد ما خلصنا النسخه اللي احنا قلنا عليها، يعني انا طبعا شرحت في الفيديو، يعني انا عملته الجزء الاول وبعدين كملت دلوقتي على الشاشه. طيب النسخه طبعا بينزل معاها
الجوجل بلاي طبعا ناس كتير بتشتكي منه ان هو مش شغال، لا الجوجل بلاي شغال اهوت زي ما انت شايف، وبينزل معاه فايل لينكد. البرنامج ده برضو بتخش عليه بتقدر تنزل من عليه تطبيقات عادي، وبتنزل سيتوس بلاي برضو عادي لو عايز تنزل عن طريق التليفون مفيش عندك اي مشكلة. هي النسخة بالظبط نفس اللانشر 8، هي نازلة بقالها فترة، بس هو يعني اللي بعتها لي صديقي ده من السعودية الراجل مشكور، فقال لي جربها خفيفة وحلوة وبتاع، فقلت خلاص نجربها ونوريها لكم. فهي بصراحة انا جربتها هي كويسة جدا وخفيفة جدا، بس هي برضك نفس اللانشر، يعني الناقص فيها ان انت ما تعرفش ترتب القنوات. لكن الجوجل بلاي الناس كانت بتشتكي كتير منه ان هو مش شغال، لا هو شغال دلوقتي عادي جدا بدون اي مشكلة زي ما انت شايف اهوت. ده الجوجل بلاي اهوت على الريسيفر بي اوت، مفيش عندك فيه اي مشكلة اهو، شغال معايا زي الفل. بقدر اروح التطبيقات اللي انا عايزها، بقدر اشغل الماوس عادي اهوت خالص، يعني لو عايز تشغل مثلا وليكن مثلا هنقول تطبيقات الافلام اهوت، وسريع جدا يعني مش مفيش فيه اي مشكلة، عشان في ناس كتير بتشتكي اهو زي ما انت شايف. ده كده جوجل بلاي تمام، هنخرج منه بقى واوريلك شكل النسخ. طيب ده شكل النسخ اهوت، والشكل مش مختلف كتير، يعني عادي جدا نفس اللانشر 8. طبعا انا حاطط لك التي في الاعدادات ديت سيتنج، ديت نفس اعدادات التليفون كده من الداخل، تقدر تشغل واي فاي، تقدر تشغل بلوتوث، يعني ممكن تقدر تشغل الحاجات دي وانت تختبر بقى بنفسك. يعني انت انا وصلتك للمهم، انت تقدر بقى تتعامل وتشوف وتختبر النسخه عادي بدون اي مشكله وتجرب مره واتنين. بس الاهم عندنا ان جوجل بلاي انا حطيت الايميل، ويا ريت اللي هيعمل جوجل او عايز يخش على جوجل بلاي على النسخه يعمل الايميل من بره، يعني يعمله على الكمبيوتر او على التليفون وبعدين يحطه على طول على البرنامج من جوه على التطبيق. زي ما انت شايف كده عندك برنامج ياسين تي في مجاني، لكن الاتش الام اتش اي بي تي في ده هيكون عليه اشتراك ان شاء الله، هعمل عليه فيديو هيكون عليه اشتراك، واشتراك هيكون رخيص، السنه بتاعته رخيصه وفي منه 6 شهور وفي منه 3 شهور، هيكون برضو برنامج جميل جدا. عندك الاي بي تي في برضو عليه برضو تطبيقات مجانيه، في بعض التطبيقات مجانيه انا نزلتها جربت من على البرامج فايل لينكد اللي هو ده، تقدر تخش عليه بالشكل ده وتنزل من عليه تطبيقات برضو عادي جدا، بس هو بيحتاج كود، انت بس بتكتب اسم البرنامج على الانترنت. انا جبت الكود ده عشوائي، لقيته واحد حطه على اليوتيوب بفيديو واحد اجنبي كده، جبته وحطيته فاشتغل، يعني اشتغل معايا وفتح معايا بدون اي مشكلة زي ما انت شايف كده، عشان ما نطولش بس عليكم اهو. هو دلوقتي بيحمل التطبيقات اهو زي ما انت شايف كده، بيبدأ يحمل في التطبيقات بتاعت الجهاز اهو، في تطبيقات عليه كتير برضو. نرجع تاني كده بالتصوير، نظبط التصوير على اساس برضو ما نعملش يعني خايله كده، بس تقدر تخش عليه عادي وتعمل من غير ايميل ولا اي حاجه، بس هو بالكود. طيب بالنسبه للسيسي كمان انا نزلته ودخلت عليه الفايل سي اف جي بالفعل اهوت، هو خلاص يعني انا هو خده، مفيش طبعا فلاشه، لو انا جيت كده وقمت مركب الفلاشه ثانية واحدة بس هوقف الفيديو. طبعا اليو اس بي راكب اهوت، هو دلوقتي بيخش اهو على عادي جدا مفيش اي مشكلة، وبتقول له اوكي بس مفيش اي مشكلة عشان انا منزله فمش عايز اطول عليه. طيب كده بعد ما خلصنا والفيديو هتشوفه في الاول، في تنزيل النسخة من الالف للياء اسمها بوستي في النسخة بالشكل ده، بتفتح تقدر لو قنوات البي اوت رجعت باذن الله ونتمنى من الله ان هي ترجع، هيبقى بالشكل ده كده عادي برضك على النسخه، وتقدر وتطبيق البي اوت موجود. يعني هي يعني الموضوع ايه، ان انت تعرف ان البي اوت عادي ممكن تسمى باي مسمى عادي بدون اي مشكله. فهو ابو عبد الرحمن مشكور في النسخ بتاعته طبعا، بنشكره جدا جدا، ويا ريت يعدل لنا الكينج توب لان النسخه جميله جدا، بس هي عايزه شويه تعديلات وان شاء الله اكيد ده هيكون موجود في الفتره اللي جايه. فاحنا قلنا نجرب لكم كل حاجه، وعندك تطبيق الموفو كوره برضك شغال مجاني، في حاجات كتير مجانيه، نسخة شغالة زي الفل اهي مفيش فيها أي مشكلة، اليوتيوب بتاعها كويس جدا وسريع جدا أهو، عشان ما نطولش بس عليكم على الفيديو. طبعا اليوتيوب احتمال يكون عايز تحديث لسه عايز أحدثه لأنه حاسس إن هو تقيل سنة كده، فإن شاء الله نحاول يعني نظبطه ونشوفه، هو شغال كويس بس برضك يعني إيه نوعا ما
نحاول نظبط برضك على قد ما نقدر، وانت برضك يعني اقعد اختبر نسختك وجرب عليها وشوف الدنيا فيها ايه، تظبط معاك او ما تظبطش معاك، ومفيش مشكله. عندك اللانشر 8 موجود، وعندك النسخه الاحترافيه موجوده، كل ده متاح يعني. ما انا طبعا الناس زهقت، بس هو ده اللي احنا بنقدر نوصله لكم عشان انت تقدر تعرف النسخه اللي الحلوه مش معاك ظابطه معاك، اللي ظابطه خليها واللي مش ظابطه شيلها. عندك اكتر من 7 8 نسخ تقدر تتحكم فيهم، تنزلهم عندك على الجهاز وتخليهم، وان شاء الله هيكون اللينك اسفل الوصف بتاع النسخه، اللي حابب ينزلها ينزلها ويجربها بدون اي مشكله، والطريقه موجوده في الفيديو، في اول الفيديو هتكون موجوده اهو. طيب كده خلاص اهوت، زي ما انت شايف النسخه معاك اهيت زي الفل بدون اي مشكله. وجرب التايم شيفت عليها برضك، انا لسه ما جربتوش بصراحه، بس جرب ان شاء الله هيكون شغال زي الفل بدون اي مشكله. واسفين لو كنا طولنا عليكم او حد زعلان مننا يا ريت يسامحنا، واحنا ما بنحبش نزعل حد مننا، بس في ناس بتحب تضايقك شويه فدي مش مشكله. واللي مش مشترك في القناه يشترك، ويا رب دايما مع بعض، واشوف وشكم على خير.